بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات، حيث يعتبر قطاع البترول والغاز من القطاعات الحيوية والهامة، حيث يعد أحد أهم دعائم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، كما أنه فاعل رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030، إضافة إلى دوره المحوري في تنشيط حركة الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. ونظرا لتلك الأهمية، يبلغ حجم الاستثمارات التي أنفقت وتنفق في هذا القطاع الهام نحو 1.16 تريليون جنيه في أكثر من 159 مشروع، تم تنفيذ 115 مشروع منها وجاري استكمال 44 مشروع آخر. لذا تولي الحكومة اهتماما خاصا بتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لقطاع الطاقة بصفة عامة والبترول والغاز على وجه الخصوص، حيث يصبح هناك سوق كفء وتنافسي لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية ومصادر الطاقة، يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وحلول عام 2023 إن شاء الله، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والغاز خلال الفترة القادمة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الليلة في الاستوديو المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق. باشمهندس مدحت، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ نادر، منورنا في ملفات. اسمح لنا نبدأ بتقرير لزميلتنا وفاء الخولي ثم نعود لنبدأ النقاش. سنوات من البحث والاستكشاف والعمل الدؤوب، قاطرة إنجازات يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع البترول محليا وعالميا. فالدولة المصرية لديها رؤية مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والمنتجات البترولية بحلول العام 2023. يحظى قطاع البترول المصري باهتمام كبير، ما دفعه إلى تحقيق إنجازات متميزة محليا وعالميا، وما زال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات. لقد حقق القطاع معدلات غير مسبوقة في انتاج الغاز والبترول والذهب. تبلغ معدلات انتاج الغاز الطبيعي المتاح حوالي 7.2 مليار قدم مكعب، واكثر من 600 الف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميا، مسجلا اعلى معدل انتاج من الثروة البترولية في شهر اغسطس من عام 2019، وقد بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافأ يوميا من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي. وعلى طريق جذب الاستثمارات الأجنبية، نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة. شهد قطاع البترول المصري في الفترة من يوليو من عام 2014 حتى فبراير من عام 2020 شهد إنجازا كبيرا، فقد تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية بلغت حوالي 84 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار دولار، وأكثر من مليار دولار منح توقيع لا ترد لحفر أكثر من 3500 بئر. وقد قطعت مصر في السنوات الست الماضية خطوات كبيرة في تنفيذ رؤيتها الطموحة لتطوير وتحديث قطاع البترول وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات لإنجازها من أجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز ولتحقيق تقدم كبير لهذا القطاع نحو مستقبل أفضل. مهندس مدحت يوسف، اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. زي ما شفنا وتابعنا في التقرير، يعني انجازات لقطاع البترول والثروه المعدنيه والغاز الطبيعي على مدى 6-7 سنوات الماضيه يشهد بها القاصي والداني، كيف ترى حضرتك كل هذه الانجازات؟ ولا شك ان وراءها كثير من المجهود والعمل الدؤوب من قبل رجال قطاع البترول.
بالظبط بالظبط. احنا في فتره من الفترات نتيجه الاحداث اللي تبع يعني نتجت عن ثوره 2011، نعم، نتج عنها نوع من عدم الاستقرار والفوضى وخلافه، ادت الى هروب الاستثمار الاجنبي في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب. أي. وتوقفت مشروعات التنميه في حقول الحقول المكتشفه نتيجه عوامل كثيره، اهمها ان مستثمر اجنبي يهمه في المقام الاول الامن والاستقرار. مناخ الامن والامان ده بالظبط ماده اولى يعني. بالظبط، عشان كده احنا لازم نقول ونركز تماما ان رخاء مصر وتنميته والوصول الى درجات الرفاهيه المطلوبه لن تاتي الا باستقرار وضعي وسياسي وامني في مصر. نعم. اي هزه في هذا المجال طبعا بتاثر الصناعه وخصوصا الصناعه البتروليه، لانها صناعه بتعتمد على البحث والاستكشاف وانتاج النفط من الثروات الطبيعيه اللي موجوده فيه. نعم. اذا هنا واحنا طبعا احنا لا نستطيع المخاطره باموالنا، خصوصا في محدوديه الثروه اللي موجوده في البلد، ان احنا نخاطر بالمليارات بمليارات الدولارات في عمليه البحث والتنقيب دي يا باشمهندس. نعم. فطبعا هنا احنا بنلجأ الى الامان في الاستثمار بان احنا لا نخاطر باموالنا في مجال البحث، حتى ان الفشل بمصاحب لعمليات البحث، لان دي يا تلاقي يا ما تلاقيش. ايوه. فطبعا احنا تركنا تلك الحالة للمستثمر الاجنبي على حسب خبرته وحسب تطلعاته وحسب فكره في عمليات التقنيات اللي بيستخدمها في عملية التنقيب، ان هو يستثمر ويستثمر بامواله ويتحمل الخسائر في حالة عدم وجود اكتشاف، وفي حالة اكتشاف فاحنا بنقتسم الانتاج بنوع من اتفاقيات مع شركات عالميه. يمكن يوم الاحد الماضي الرئيس السيسي كان بيستقبل رئيس شركه إني الايطاليه، والعمل مستمر ودؤوب. كيف ترى هذا التعاون والاستكشافات في مجال البترول والغاز مع إني الايطاليه؟ شركه إني هو يعتبر الشريك الاكبر في الشركات العالميه القائمه على البحث والاستكشاف في مصر. نعم. شركه إني مع يعني تعتبر شريك قطاع البترول. أي. في اكتشافات ضخمه جدا للغاز الطبيعي، اهمها طبعا حقل الظهر. طبعا لديهم العديد من الحقول الاخرى المكتشفه، نورس، جنوب غرب بلطيم، وخلافه. نعم. ونربطكو وخلافه، وهناك الاكتشافات القديمة، ده أنا بتكلم عن جديد، لكن في مجال بقى النفط هناك حقول بورديس وخلافه حقول الصحراء الغربية. أي. وهو أكبر منتج للنفط في شركات جميع شركات البترول المصرية مع. نعم. شريكه وهو شركة بترول بلعين المصرية. هذا طبعا الشريك الأكبر هو هيئة البترول، ويتم اقتسام الإنتاج بين الشريك بين إني وبين هيئة البترول. في جزء بيروح للسداد للنفقات الاستثماريه، والباقي بيقتسم بين هيئه البترول وبين الشريك الاجنبي بنسب طبعا. نعم. قد يقود الناس بس مش عارفينها، لكنها بتتراوح ما بين 15% الى يعني 20% لصالح الشريك الاجنبي، ولا تزيد عن تلك الحدود. أي. كان البعض يتصور في البدايه فقط ولا بتبقى مستمره؟ لا، يعني في جزء من الانتاج 40% تقريبا، يعني في حدود 40%، يعني بحد اقصى 40% من الانتاج بيسمى ان هو سداده للنفقات اللي تم استثمارها من قبل الشريك الاجنبي. ودي طبعا بتبقى عمليات محاسبيه بيتم الاطلاع عليها اول باول، وفي ادارات خلال وقود واضحه وصريحه فواتير واضحة والاكتشافات البترولية. باشمهندس والغاز الطبيعي وزوره وغيره، اعتقد ده بيدي لمصر دفعة كبيرة في مجال الطاقة. ابتدينا ان احنا يعني نوقف استيراد كثير. انا مش عايز اقول لحضرتك، احنا كنا في فترة من الفترات كنا انتاجنا وصل، احنا في قبل احداث يناير 2011 كان انتاجنا في حدود 6.1 مليار قدم مقدر غاز في اليوم. النهارده بعد الاحداث دي قاعد يتدهور الانتاج، والانتاج يضمحل نتيجه عدم مشروعات التنميه وعدم. أيوه. صرف الشريك الاجنبي اموال كثيره في عمليات التنميه وصل الى 3.6. لجأنا هنا كتاب تلك الكم الانتاجي لا يكفي احتياجاتنا سواء محطات توليد الكهرباء او الصناعات المختلفه المعتمده على الغاز الطبيعي. نعم. لجأنا الى الاستيراد،
الاستيراد كان مكلف جدا، يعني احنا وصل في بعض الاحيان كان سعر المليون واحدة حرارية المستورد من الخارج كان بيوصل الى 15 دولار للمليون واحدة حرارية. نعم. كان عبء ضخم جدا على ميزانية الدولة. في الفترة دي حصلت محادثات الرئيس السيسي مع المهندس شريف اسماعيل مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، قعد معاهم الرئيس ووعدهم بحاجات كثيرة جدا. ان هو اول حاجة ان جميع المديونيات اللي على هيئة البترول للشركات الأجنبية هيتم سدادها بواحد شخص منه، وهو هتحملها اذا لم يستطع قطاع البترول ان هو يتحملها هتحملها هو شخصيا، وده بضمانة شخصية من الرئيس السيسي. كمان حل المشاكل المتعلقة بين شركات الاستثمارية الراغبة في الاستثمار في مصر وبين هيئة البترول، وحل جميع المعضلات، وطبعا عشان نقدر نطمن الناس ونجذب استثمار الشركات الأجنبية. النهارده بعد الاتفاق دي أكثر من مش عايز أقول أكثر من 100 اتفاقية تم توقيعها على دول، يعني طبعا أسفرت عن إيه؟ أسفرت عن اكتشافات ضخمة جدا. إنتاجنا النهارده من الغاز الطبيعي بعد ما كنا 3.6 أرباح النهارده 7.2 مليار قدم مكعب غاز في اليوم. نعم. طبعا انتاج ضخم جدا يفوق احتياجاتنا كمان، مش اكتفاء ذاتنا بس. احنا بنصدر للأردن. احنا بنصدر للأردن. وبعد مناطق بنصدر غاز مسال عديد من دول العالم منها باكستان، يعني احنا غاز مسال عن طريق ناقلات اللي بتتصدر من اي دمياط وإدكو. يعني عندنا خطه كمان يا باشمهندس ان احنا نبقى هاب كبير للطاقه في منطقه الشرق الاوسط، والخطه دي عايزه بقى شرح من حضرتك. مصر مستقبل زاهر ان شاء الله بالنسبه لنا. اولا مصر عندها تبوء بمخزون ضخم جدا من الغاز الطبيعي لم يكتشف بعد، وده بتقرير من معهد الجيولوجيا الامريكي اللي وضح ان منطقة الشرق المتوسط تعوم في تحتها خزان جوفي ضخم جدا من الغاز الطبيعي. أيوة. هو في المنطقة لكن أغلبيته بيقع في المياه الاقتصادية المصرية. معنى كده ان شاء الله يعني مصر هتشهد انطلاقات قوية جدا في اكتشاف غاز طبيعي في منطقة الشرق المتوسط في المياه الاقتصادية المصرية. اذا الامل كبير جدا في اكتشافات كبيرة، وده زي ما احنا متابعين ان كل يوم اكتشاف. في الناحية الثانية مصر بترسم الحدود مع قبرص واليونان، استطاعت ان هي تأمن احتياجاتها وتؤمن حدودها. طبعا بعد ترسيم الاتفاقات مع قبرص اكتشفنا زهر، ان شاء الله بعد ما رسمنا الحدود مع اليونان وهتم التنسيق عليها من خلال الامم المتحدة ان شاء الله هنكتشف ان شاء الله في يعني ان شاء الله يكون في امل كبير جدا في اكتشافات جديدة. في ناحية اخرى رسمنا الحدود مع السعودية، النهاردة عندنا وقعنا 28 اتفاقية في منطقة البحر الاحمر. طبعا مش عايز اقول بس غير حقول الرقم اللي منح التوقيع اللي احنا خدها المجانية مقابل الموافق على البحث والاكتشاف تتعدى 230 مليون دولار. ده بدون حاجة كده يعني، لكن دي خلاف التزام الشركات الأجنبية بصرف وحفر أبار وبصرف مبالغ مالية لا تقل عن مليار دولار بالمنطقة. إذا احنا في ما تتصورش، لازم الناس تعرف ان الشريك الأجنبي لما بيجي يصرف مليار دولار مش بيصرف مليار دولار عشان يخسرهم، لا ده هو بيصرف مليار دولار عشان يكسب قدهم مرتين. فطبعا الشركاء الأجانب عندهم تقنياتهم وعندهم فكرهم، ولكن معنى دخول الشركات العالمية في المناطق اللي هي منطقة البحر الأحمر دي منطقة بكر يعني محدش يعرف عنها حاجة، ما شاء الله تقارير الجيولوجية عنها ضعيفة جدا. لكن احنا عملنا مسح سايزمي في المنطقة دي عن طريق شركات كبرى الشركات العالمية عشان نوضح ما هي التكوين الجيولوجي للمنطقة وتوقعات وجود مصايد بترولية سواء غاز او بترول، وبالتالي دي ادى دفعات للمستثمرين الاجانب ان هم يتقدموا لتلك. احنا عايزين كمان يا باشمهندس القطاع الخاص بتاعنا ينتعش في هذا المجال وفرص عمل وتوظيف شباب وغيره. بالظبط، برضه الشركات المصريه سواء الشركات الخاصه او الشركات الحكوميه زي الشركه العامه، الشركه العامه لسه مكتشفه اكتشاف
كبير في خليج السويس في قريب العاجل يعني من فتره بسيطه. يعني برضه لازم ما ننساش ان خبرائنا المصريين لازم بس نعرف الشركات حتى الحريريه بنتكلم وشايفين الشغل على قدم وساق حاجه محترمه يعني في ناس لازم تعرف الشركات الاجنبيه اللي بتشتغل في مصر اللي مثلا لازم نعرف ان في كم كبير جدا من الخبراء والفنيين المصريين بيشتغلوا معاهم يعني لكن برضه اللي جواهم كمان مصريين مش كلهم اجانب يعني داخل الشركات الاجنبيه اللي بتعمل في مصر العديد من الخبراء المصريين من الشباب بتاعنا غزو العالم وحضرتك يعني في فيتنام وغيره في كل يعني قطاع البترول قطاع البترول برضه هو مدرسه في تدريب وتاهيل الكوادر القياديه والقادر الفنيه وطبعا بعد ما بيكتسب الخبرات الكبيره دي بيسافروا بره بيطلبين في السوق الخارجي وبيشتغلوا انا مش عايز اقول بيشتغلوا في اليابان وبيشتغلوا في شباب مصر النهارده الفنانين المتميزين بيشتغلوا في اليابان بيشتغلوا في فيتنام بيشتغلوا في العديد من دول العالم يعني بقول لك شوف البعد يعني خلاف بقى الدول المحيطه بينا ايطاليا وفرنسا وخلاف المصريين هناك متنوعين ونجاحهم نجاح لينا سفراء لينا ويحولوا برضه الدولارات واحنا من ناحيه ثانيه بنأهل كوادر جديده ثانيهم الام طبعا بالظبط وندخل بنأهل كوادر جديده وكوادر جديده بتتعلم التأهيل دي برضه يا باشمهندس ابتدى يبقى فيه اهتمام في الجامعات والمعاهد الفنيه وتخريج مهندسين وفنيين ومتخصصين على مستوى رائع بالظبط احنا داخل شركاتنا شركات التكرير وشركات الانتاج عندنا مدارس نوعيه بنأهل برضه الخريجين اول ما بيخشوا عندنا رفع كفاءتهم وبنأهلهم لسوق العمل وسوق التشغيل وبيروحوا على يعني درايه فنيه عاليه جدا بالتدريب المستمر بالتدريب اللي هو يعني الحقل يعني الغاز الطبيعي دلوقتي يا باشمهندس بقى ما شاء الله ابتدينا نستعيد في محطات الطاقه وتوليد الكهرباء بدل المازوت تبقى غاز طبيعي في مشروع للسيارات بالغاز الطبيعي ما شاء الله ابتدى يوصل اهل المنازل باسعار مناسبه برضه حطينا في اطار هذا الانجاز بس الغاز الطبيعي المصري بعد اكتشافاتنا الكبيره دي احنا كان واجب علينا ان قطاع البترول يفكر بفكره عاليه جدا ان كيفيه الاستفاده من الغاز الطبيعي ده ورفع القيمه المضافه من الغاز الطبيعي ده بشكل كبير جدا. كان تخطيط قطاع البترول هايل بصراحه في هذا المجال ان هو اهم حاجه فكر فيها ان هو ازاي يستغل الغاز الطبيعي استغلال الامثل بعائد ضخم جدا وليس باستخدام مباشر في عمليات بسيطه. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا عشان نرفع القيمه المضافه للغاز الطبيعي اذا لازم ننتج ازاي ننتج من الغاز الطبيعي ده منتجات بتروليه سائله بنزين وسولار ومازوت وقود نفاثات مشتقات مختلفه مشتقات غاليه جدا احنا بنستورد كميات ضخمه منها جامده جدا بتكلفنا مليارات الدولارات كل سنه 2023 بنزين ان شاء الله بالفكر بالظبط هو الفكر ايه؟ ان احنا محطات التوليد الكهرباء كان بتشتغل بكم كبير جدا من المازوت النهارده احنا خلاص بنستعيد بالغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء بالمازوت وهذا المازوت اللي هو رخيص جدا طبعا رخيص جدا على فكره احنا النهارده الفكره بقى مش ان احنا نبيع المازوت بالقيمه الرخيصه بتاعته لا احنا بناخده من خلال معامل تكرير النهارده عندنا خطه توسع في معامل التكرير بداناها بالمصريه للتكرير بتعتمد على المازوت فقط كتغذيه مش زيت النفط او زيت الخام ويحول هذا المازوت الى منتجات عاليه القيمه اللي هي البوتاجاز والبنزين عالي الاوكتين والمشتقات المختلفه وقود النفاثات والسولار. تخيل بقى القيمه المضافه من هذا التحول. النهارده بقى الفكر كله هنعمل كمان مع اثنين معامل تكرير كمان من هذه النوعيه واحد في اسيوط وواحد في العين السخنه وفي وحدات صغيره النهارده بتجهز في السويس معملين تكرير اللي هو في شركه السويسي تصنيع البترول وشركه النصر بحيث ان احنا على 2023 هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي تماما من المنتجات البترول السائله اللي هي البنزين والسولار وقود النفاثات والسولار. خلي بالك هنا بقى الفكره ان احنا كمان هيبقى عندنا فائض موجه ازاي؟ لما الدولة عندها الغاز الطبيعي كان برضو التفكير ان احنا نستغل هذا الغاز الطبيعي اللي هو يعتبر سعر رخيص بالمقارنة بالمنتجات البترولية السائلة ان احنا نستخدمه وقود للسيارات ونوفر البنزين بتاعنا المنتج ده ان احنا نصدر كميات كبيره منه بقيمه عاليه جدا. خطه واضحه ومتسلسله والقادم افضل ان شاء الله. ادهى من كده بقى ان جميع المحطات اللي بتشتغل برضه بالسولار محطات الكهرباء الصغيره
النهارده بنستعيد بيها بمحطات برضه كهرباء بتشتغل بالغاز الطبيعي. انا بتكلم على الصغيره مش محطات. ونستفيد بالسولار ده اللي هو تكلفته عاليه جدا على فكره. السولار هو اغلى منتج بترولي. بالنسبه للحجم. للحجم يعني. باشمهندس مثلا اسمح لنا نشوف تقرير اخر لزميلنا نعيم ابراهيم حول جهود الدوله للوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البتروليه، ثم نعود نستكمل النقاش. التوجه نحو الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية كان أكبر دافع وأقوى محفز لرصد الدولة ل 900 مليار جنيه استثمارات في قطاع البترول خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2020. مكنت القطاع من تنفيذ عدد من المشروعات وأدت إلى زيادة الإنتاج وتخفيض مديونياته. مصر حباها الله بالموقع وحباها الله بالثروات. اكتشفت وبتكتشف وبتلمع حديثا، وكلنا عارفين ان مصر حاليا بتتجه نحو انها تكون مركز للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط. علشان نتماشى مع اللي احنا الخطوة اللي احنا داخلين عليها دي، احنا كبحث علمي من نمشي في الأبحاث الخاصة بتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات سائلة، حاجة معروفة عالميا اسمها GTL Gas to Liquid. إحنا ما عندناش مصنع GTL في مصر، إحنا عندنا تسييل للغاز الطبيعي للتصدير. لا، إحنا بنتكلم على الاستثمارات الأعلى، بالضبط زي الفرق ما بين إن أنا أصدر بترول خام وما بين إن أنا اكرر البترول وصدر المشتقات. ده استثمار اقوى، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. مشروعات عملاقة وطفرة غير مسبوقة، فباتت مصر على اعتاب الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ليقتصر الاستيراد على الزيت الخام، بالاضافة الى التوسع في عقود الاستثمار المشترك لتحقيق المزيد من الاكتشافات ولتحقيق امل الاكتفاء الكامل من الزيت الخام. في مجالات متعددة من سيزميك وجرافيتو ماجنتيك واللوبينج، التولز الاساسيه دي احنا بنستخدمها في اي استكشافات جديده، وبالتحديد في الاعماق الكبيره اللي هي بتخدم قطاع البترول. انا لو في اي منصه بترول، اي منطقه فيها استكشاف جديد، انا بعمل دراسه للمنطقه بحيث اقدر اقول له اعمل الفيلد بتاعك في المكان ده مناسب. قطاع البترول كان دائما به مشاكل هيكليه وتحديات تمويليه، ونتيجة للجهود التي بذلت في السنوات الماضية بدأ القطاع يحقق الفائض والعائد في الميزان التجاري، حيث تسعى الدولة إلى القدرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022-2023. مهندس مدحت يوسف، اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. يكون حقول الغاز عندنا فيها استدامه، وبالتالي يعني طويله الاجال وطويله الامل، وده بيدي بقى خطه مستقبليه لمزيد من الاستثمارات، مزيد من جذب رؤوس الاموال. بص حضرتك، اي حقول الانتاج النفط او الغاز الاثنين فيهم طالما بدا الانتاج فمعناها بيحصل اضمحلال في المخزون. بالتاكيد يعني يحصل تناقص في الانتاج طبيعي نتيجه انك انت بتستغل المخزون، فانت بتاخد منه كل يوم. في النهايه الحقل بينضب. احنا هنا خطتنا ازاي نستمر في مشروعات التنميه للحقول المكتشفه الجديده، بحيث ان احنا نستعيد بالانتاج الجديد عن ما يتم تناقصه نتيجة الانتاج الطبيعي. أيوة. بحيث ان احنا نعوض باكتشافات جديدة التناقص الطبيعي في الانتاجية عشان نحافظ على معدل الانتاج بتاعنا. نعم. ودي خطة مدروسة ومحققة، واحنا يعني دايما بنسمع عن الاكتشافات دي، بس عشان تخش الانتاج. يعني حدث في اكتشاف قريب جدا، حقل غازي في جنوب دمياط.
جنوب غرب دمياط. ده بيجهز يعني لسه ما دخلش الانتاج، لكن هو تم اكتشافه وتم تحديد حجمه والمخزون الجوفي بتاعه وتم تحديده. لكن عشان يرتبط بالانتاج ويخش قدامه فتره عملية الاستكشاف والبحث والتنقيب دي يا باشمهندس بتاخد وقت مش قليل. لا مش قليل طبعا. لكن عقبال ده ما بيخش في الانتاج يكون دخل يعوض التناقص اللي حصل قبل كده وبعدين يخش تدريجي. عشان كده العمليه عمليه استدامه وعمليه مستمره. عشان كده بص حجم المزايدات اللي تم طرحها وحجم العقود اللي تم توقيعها مع الشركاء الاجانب تلاقيها كم هائل جدا. فطبعا زي ما احنا شرحنا ليه احنا دايما بنطرح مناطق بحثيه جديده. ايوه المناطق البحثيه الجديده احنا بنطرحها عشان اكتشافات جديده للاستعاضه ولتنميه الحقول القائمه وكمان لزياده الانتاجيه. يعني مصر مش بتبص بس انها تحافظ على معدل 7.2 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، لا احنا بنبص ل 10 مليار قدم مكعب غاز في اليوم. ودي خطوه تحتيه زي ما شفنا الرئيس السيسي في احد الافتتاحات اللي افتتحها في حقل ظهر، هو طلب من الشركاء الاجانب احنا مش عايزين بس كده، لا احنا عايزين نحقق اكتر من كده كمان. يعني هو عايز يوصل ل 10 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، وده امل وطموح قطاع البترول بينظر له. يعني ما الناس ما تفتكرش ان احنا بنكتفي بهذا وهيتم الاستعاضه عشان نحافظ على المستوى ده، لا احنا في فكر مستقبلية كثيرة ومتعددة. اللي يوضح ده ايه بقى؟ اللي يوضح ده ويأكده ايه؟ كم العقود الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها وحجم الاستثمارات الملزمة على الشركاء الاجانب تنفيذها في الفترة دي. العديد يعني اكتر من 4-5 مليار دولار في التزامات على الشركاء الاجانب صرفها في الفتره اللي جايه من خلال اخر اتفاقات. اذا هنا انت متوقع كم المليارات دي هتصرف على عمليات بحث واستكشاف عشان لا شيء؟ اكيد يعني ان شاء الله. شفنا برضو افتتاح سيادة الرئيس السيسي يوم السبت الماضي بالفيديو كونفرنس البنزين عالي الاكتين في الاسكندريه، وده برضو في اطار الخطه اللي احنا بنتكلم عنها 2023 هنكتفي. احنا طبعا ماشيين بالتدريج، هنكتشف بالتدريج. النهارده رفعنا من خلال شركه اسكندريه الوطنيه لتكليف البتروكيماويات اللي هي انيربيك ان احنا هنرفع انتاجها من 750 الف طن بنزين في اليوم الى 1.5 مليون طن بنزين في اليوم. معنى كده ايه؟ ان احنا هنتوقف عن استيراد البنزين بمعدل 750 الف طن في اليوم. يعني فده بيديك اولا بيديك حاجتين، انك انت بيوفر لك في العمله الصعبه للبنزين المستورد من الخارج، اتنين بيديك ضمان استمراريه توافر المنتجات البتروليه من انتاجنا المحلي. ودي نقطه مهمه جدا. احنا بس نلاحظ حاجه، من اكتر من 6 سنين احنا مصر لم تتعرض الى اختناقات في تموين السيارات في اي جهه في العالم. يعني برضو الناس يعني نسيت شوية الأحداث اللي يعني كانت بعد ثورة يناير، وكانش فيه بنزين في المحطات وكانش فيه سولار في المحطات والحياة توقفت بشكل كامل في 2012. عشان بالذات النهاردة تخيل يعني مفيش لا تقع عينيك على اختناق في أي محطة وقود موجودة في مصر. مش بس كده، ده احنا توسعنا في إنشاء عدد محطات تموين السيارات في الجمهورية. النهاردة عملنا اكتر من 820 محطة تموين سيارات جديدة على الطرق الرئيسية وخلافه. موضوع الغاز الطبيعي يعني احنا بنأمن حضرتك في الفكر بتاعنا ان احنا بنأمن احتياجات المواطن في جميع انحاء الجمهورية والمحافظات. الغاز الطبيعي بقى في السيارات فكرته برضه في التوسع. يعني اهم حاجة في ان احنا يعني في فكر قائم دلوقتي بالتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. بكم ضخم جدا على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية. وده سببه ان اعتماد، احنا عايزين نجبر المواطن على الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لسيارته، من ناحية ان هو هيوفر له يمكن اكتر من نص استهلاكه من البنزين وامن للبيئه وامن تماما. مش عايز اقول ايه، يعني تاثيره البيئي رائع على صحه المواطن والصحه العامه. وكمان هيوفر للمواطن مبالغ ضخمه جدا هو بيتحملها نتيجه استخدامه الوقود السائل وهو البنزين. خطه بقى وزاره البترول برضه في عمليات التكرير والمشتقات، وشايفين ما شاء الله منتجات كثيره ومتعدده، وكل ده طبعا يعني بيصب في
تعدد المنتج ووجوده ويعني توفره. انا عايز اقول لحضرتك النهارده خطه اكثر شموليه من كده كمان. النهارده احنا بنبني مستودعات استراتيجيه ما شاء الله ضخمه جدا في منطقه السخنه، ودي بتستقبل الخام العربي سواء للتخزين واعاده تداوله او تكوين مخزونات، مخزون تامين لاحتياجاتنا في حاله حدوث اي شيء يعني. يبقى احنا عندنا مستودعاتنا التأمينية الاستراتيجية، وممكن في فترات الرخاء وفترات ان تستخدم كنوع من التداول والتجارة الدولية، زي احنا عندنا مثلا زي شركة سوميد من اكبر الشركات في مصر اللي بتحقق ارباح نتيجة تخزين وتداول النفط للدول للعالم كله. فاذا احنا عندنا تأمين لتشغيل معامل التكرير بصفة مستمرة من النفط، نيجي بعد كده عندنا معامل تكرير متنوعه منتشره في جميع انحاء الجمهوريه من اول اسيوط الى القاهره الى السويس الى السخنه الى الاسكندريه الى طنطا. اذا عندنا تنوع في المحطات، اصبح عندنا دلوقتي تنوع في نوعيه معامل التكرير. معامل التكرير المصريه النهارده تحولت من معامل تكرير بسيطه الى معامل تكرير تحويليه بالتكنولوجيا المعقده جدا، اللي هي ما فيش انتاج للمازوت، كل النفط يدخل، الخام الثقيل يدخل انتاجه في النهايه الى منتجات عاليه القيمه فقط، ما فيش مازوت يعني بتتوقف تماما عن انتاج المازوت. ده بتتطلب عمليات تحويليه معقده جدا، تكلفتها الاستثماريه عاليه جدا. يعني نشوف بس معمل تكرير مصريه التكرير بلغت تكلفته اكثر من يعني تقريبا في حدود 5 مليار دولار. معامل التكرير البسيطة اللي هي القديمة دي يعني أصبحت غير مجدية اقتصاديا، دي من ناحية، ومن ناحية تانية كمان انتاجيتها ضعيفة جدا وبتنتج منتجات يعني تخطينا فاحنا تخطينا وأصبحنا على نهج دولي يعني نهج عالمي معامل تكرير الجيل السادس تسييل للغاز الطبيعي ومحطات يمكن عائمة في بورسعيد. بورسعيد احنا عندنا دلوقتي في التأمين رئيس السيسي واخد باله من كل حاجة بصراحة. اصبح عندنا دلوقتي احنا عندنا ساعات انت عارف دايما عندنا ازمات في البوتاجاز. النهاردة بقى عندنا 5 موانئ في مصر لاستيراد البوتاجاز، لان احنا انتاجنا لا يكفي احتياجاتنا من البوتاجاز في المرحلة الحالية. احنا طبعا عشان نستغنى عن البوتاجاز تماما وعن استيراد البوتاجاز في خطة ضخمة جدا اللي هي توصيل الغاز للمنازل. توصيل الغاز للمنازل معناها انك بتستعيد عن اسطوانة البوتاجاز. طبعا المواطن المصري حس بيها النهارده. مفيش اختناقات نهائي في اسطوانات البوتاجاز، ده بل على العكس محطات تعبئة اسطوانات البوتاجاز خفضت انتاجيتها نتيجة دخول الغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بكم ضخم جدا سنوي يصل الى اكثر من 1 مليون وحده سكنيه في السنه. خطه مستمره واخده دفعه قويه جدا من الرئيس السيسي ان جميع مساكن الجمهوريه والقرى والنجوع هتوصل بالغاز الطبيعي لتشغيل للمواطنين في المنازل السكنات والبوتاجازات وخلافه. اذا هنستغنى قريبا جدا وباسعار مناسبه. كانوا يعني في الصعيد اهالينا في الصعيد كانوا في بعض الاحيان كانت بتصل عندهم الاسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء ل 200 جنيه. النهارده الخناقات والخناقات انا عايز اقول لحضرتك النهارده اهل في دشنه مثلا النهارده كلهم في مركز دشنه الغاز واصل لجميع المنازل في البيوت. يعني حاجه يعني ودي محافظه هنا يعني لازم الناس تعرف ان على اقاصي الصعيد الغاز الطبيعي واصل للمنازل وليس القاهره فقط او الاسكندريه. في اقاصي الصعيد الغاز الطبيعي يصل الى المنازل، ودي خدمه للمواطن المصري عشان الناس بس تعرف. يستحق المواطن المصري بحق. باشمهندس مدحت خلينا نطلع لتقرير ثم نعود نستكمل النقاش.
باشمهندس مدحت يوسف يمكن واضح من الانفوجراف وبالارقام النجاحات الكثيره والمتعدده، وده برضه راجع ان لينا تعاون اقليمي وعربي في اطار المنطقه عندنا بالنسبه لقطاع البترول والثروه المعدنيه، وعايزين حضرتك تكلمنا عن الجزئيه دي. في اطار اللي وضحه التقرير بيقول لنقطة مهمة جدا، ان قطاع البترول، وده اللي عبر عنه رئيس الوزراء مؤخرا، قال ان قطاع البترول المصري هو من القطاعات الاقتصادية، من اربع اقتصادات، من اربع مراكز اقتصادية هامة في الدولة. وطبعا هنا واضح ان تحقيقه 27% من الناتج الاقليمي القومي، 27% نسبة طبعا كقطاع واحد بس في الدولة، يعني حاجة متميزة مميز جدا طبعا. قطاع البترول في علاقاته الخارجية طبعا مؤخرا يعني نجاح كبير جدا باهر طبعا، علاقاته مع دول المنطقة لتكوينه منتدى شرق المتوسط في دول الجوار، علاقاته الحدودية مع الدول الشقيقة خصوصا في الأردن. مصر طبعا من الدول الهامة اللي بتمد الأردن بجميع احتياجاته من الغاز الطبيعي حسب رغبته بكميات اللي هو بيطلبها. احنا طبعا علاقتنا مميزة مع الدول الإقليمية المحيطة بينا. منتدى الدول الشرق المتوسط كان نجاح كبير لتبوأ مصر المركز الإقليمي لتداول الطاقة على ضوء إمكانياتها وبنيتها التحتية، محطة الإسالة والشبكة الداخلية، وقدرة مصر على سحب كم هائل من الغاز الطبيعي نتيجة مشروعات قومية وغير قومية ومشروعات استثمارية عربية وأجنبية. نعم. هتنشأ في مصر في القريب العاجل سواء على محور قناة السويس أو خلافه، وهتبقى احتياجاتها من الطاقة ضخمة جدا. تستطيع مصر استيعاب لو هناك يعني حجم مشروعات ضخم جدا، فمصر عندها القدرة على استيعاب إنتاج الدول الإقليمية المحيطة، يبقى هب زي ما قلنا بالظبط، يعني هب مخزن للطاقة، والهب يعني أنا عندي قدرة على استيعاب الاستيراد من الخارج وعادة تصديره للخارج. فإحنا عندنا النهاردة قدرات تخزينية ضخمة جدا على المواني البترولية والمواني الغاز، مواني تصدير الغاز. احنا عندنا قدرة على استيراد الغاز من الخارج وعادة تصديره مرة أخرى، مش سواء من الشرق نستورده من الشرق نصدره من الغرب، أو نستورده من الغرب نصدره من الشرق. مصر أصبحت بتلعب دور قوي جدا في المنطقة، جميع دول المنطقة المحيطة بنا بيحاول الاقتراب من مصر، ونتيجة هذا التقارب مع مصر حصل تكوين هذا المنتدى. هذا المنتدى طبعا أصبح ليه دور مؤثر جدا، وطبعا الدول العالم كلها النهاردة بتحاول انضمام لهذا المنتدى، منها إيطاليا وفرنسا. كمان أمريكا دايما في حالة حضور دائم في هذا المنتدى كنوع من الـ يعني التقارب من هذا المنتدى. هي مش عضو لكن هي بتحضر بس مجرد الحضور شراكة بالظبط، لأن طبعا العديد من الشركات الأمريكية الكبرى ليها نشاطات في منطقة الشرق المتوسط في البحث والإنتاج. والجزئية الشرق المتوسط دي يا باشمهندس يعني ما شاء الله الدراسات بتقول يعني تريليونات من الغاز والبترول، وده أسال لعاب يعني الكثير. وطبعا انت عارف يعني حصلت مناوشات مؤخرا نتيجة يعني بعض الدول يعني خصوصا بسبب هذه الخيارات. طبعا احنا مصر نجحت اللي هي تقطع الاذناب كلها، وان هي بعد اتفاقها مع تركيا مع اليونان في ترسيم الحدود، وقبلها مع قبرص في ترسيم الحدود، احنا قفلنا الخط تماما على اي حد يحاول الاقتراب من هذه المنطقه. نعم. علاقتنا مع ليبيا برضو الأخيرة ادتنا رؤية واسعه جدا، ان احنا لا يستطيع احد ان يتدخل او يشكل نوع من النزاع على الحدود البحرية المصرية مع الدول الصديقة والدول المتعاونة مع مصر، وهي لينان وقبرص ودول الجوار الأخرى. فإحنا أصبحنا في أمان تام من ناحية العلاقات الدولية والإقليمية اللي موجودة في المنطقة دي. طبعا بتطلب سياسة خارجية، سياسة الدولة الخارجية عملت دور نشط جدا في ترسيم الحدود مع الدول الشقيقة، طبعا بعلاقات دولية مميزة خدمت قطاع البترول. طبعا ان اصبحنا بعد ترسيم الحدود اصبحنا عندنا قدرة طرح مزادات جديدة في المناطق الحدودية مع الدول الأخرى. طبعا هجيب لنا منح توقيع وهجيب لنا استثمارات خارجية كثيرة جدا نتيجة هذا الوضع اللي احنا استفدنا به مؤخرا. فمصر دورها حتى دورها الإقليمي هو في قطاع البترول وكمان
مركز اقليمي لتداول الطاقة، علاوة على مكانتها السياسية اصبحت مؤثرة واضحة جدا في منطقة الشرق المتوسط. مش عايزين ننسى باشمهندس قوة الردع اللي عندنا، قواتنا البحرية والقطع البحرية الجديدة والطيران وكل ده، يعني يد تبني ويد تحمل السلاح، وزي ما قال سيادة الرئيس السيسي القوي محدش يقدر يجي نحو حقوقه ولا حد ياكل اكله بالبلد. بالظبط كده. واحنا كمان خلي بالك بحضرتك ان احنا يعني معظم اكتشافاتنا على الحدود مع الدول الاخرى، يعني متباعد، يعني مثلا على مسافه 200 كيلو من ساحل البحر المتوسط، او احنا يعني على مسافه بعيده جدا، فكان لازم مصر تامن ثرواتها الطبيعيه دي وامكانياتنا الانتاجيه بقدرات دفاعيه قويه. الشموليه والاستراتيجيه واضح جدا العميقه، يعني ان في شموليه في التفكير، يعني الدوله، يعني الناس لازم تعرف ان واضح جدا في جزئيه مهمله. بالظبط. نعم، في تكامل في الفكر. أيوه. في جميع المجالات. اسمح لي نشوف التقرير الاخير لزميلنا ناصر علي حول دور معهد بحوث البترول للنهوض بقطاع البترول، ثم نعود للجزء الاخير من برنامجكم ملفات. إيمانا أن البحث العلمي في مصر يجب أن يساهم في تطوير الصناعة المصرية وفي حل مشاكل المجتمع، هنا في معهد بحوث البترول ما يقرب من 250 باحثا يعملون على الاهتمام بجودة البحث العلمي في مجالات عدة، منها كيماويات حقول البترول والبتروكيماويات والاستكشاف البترولي لتفعيل دور البحث العلمي في الحياة العملية. عندنا في معهد بحوث البترول معامل مركزية، دي عندها بنعمل تحاليل في شغل المية لقطاعات البترول اللي هي خاصة بشغل المية اللي عندهم مشاكل، بنبدأ نحللها، وطبعا دوت عشان نعرف لو مثلا تركيب الفورميشن ووتر أو البير نفسه نقدر نعالج الكروجنز اللي ممكن تحصل، اللي هي أو السكيلز اللي هي الحاجات اللي الترسبات اللي بتحصل في الأنابيب نفسها بتاعت البترول، نقدر نتعرف برضو على لو في كوندنسيت في المية او اويل، ده كل ده بيسبب لي مشاكل. ببدأ ان انا بعد ما حللها بيبقى عندي فرق او فريق مجموعات، كل مجموعة بتبدأ ان هي تحل المشكلة اللي موجودة عندي. ربط البحث العلمي والأنشطة المختلفة باحتياجات المجتمع مع التركيز على قضاياه من المياه والطاقة إضافة إلى المحور الاقتصادي هي محاور أساسية يعمل الباحثون على تعظيم الاستفادة منها وتحويل أبحاثهم العلمية إلى مخرجات. بنحدد الأولوياتنا طبقا لاحتياجاتنا. مهم جدا إن إحنا معهد بحوث البترول بيقلل الفجوة ما بين القطاع البترول أو القطاع الصناعي والبحث العلمي، لأن دور البحث العلمي هو دور مهم جدا في عملية التطوير، فلازم تبقى أبحاثنا خاصة بالقطاع البترول. احنا طبعا معهد بحوث البترول الحمد لله بيشترك طبعا في مشروعات قومية زي حقل زهر. احنا الحمد لله حصل تدريب للفريق العمل اللي حاليا ماسك معمل بورسعيد، ده اتدرب عندنا في معهد بحوث البترول المصري، وده لينا شرف كبير جدا ان هم يبقوا مصريين يدربوا مصريين قادرين على ان هم يمسكوا المعامل اللي هي خاصة بحقل زهر، وهو احنا عارفين طبعا كله حقل زهر ده طفرة كبيرة جدا، ومستقبل مصر يبقى يمكن في حقل زهر. إذن نحن بحاجة إلى المزيد من الأبحاث العلمية خاصة في مجالات الحياة الأساسية مثل البترول والغاز لتحقيق طفرة غير مسبوقة في هذه المجالات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. مهندس مدحت يوسف، اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. دور البحث العلمي وهذا الشباب المتعلم والدارس والواعي ورفع الكفاءه، عايز اربط ده كله بالافتتاحات الاخيره للرئيس السيسي السبت الماضي في الاسكندريه والبنزين عالي الاكتين، وتعليمات سيادته انه باستمرار الاهتمام بالمشتقات والمتكثفات البتروليه وتنوعها وتصديرها، وده كله بلا شك يعني بيقوم على أيدي هؤلاء الشباب الدارس والعالم
والفاهم ويعني المحب لبلده مصر. بالظبط، التعاون بين معهد حوثي البترول وبين وزاره البترول او قطاع البترول واضح جدا على حضرتك اعراب، بس الناس لازم تعرف ان رئيس مجلس اداره معهد حوثي البترول هو رئيس الهيئه المصريه لعمل البترول، وبالتالي المتابعه المتابعه يعني قائمه، والتعاون مشترك في جميع المجالات. وطبعا قطاع البترول في تنميته وحركته واسلوبه هو بيعتمد على البحث العلمي بشكل مباشر يعني، بالتأكيد. وللعلم يعني قطاع البترول يتعامل على احدث التكنولوجيات المطبقه على مستوى العالم والتقنيات العالميه. ومن جهه اخرى احنا بنتعاون في احتياجاتنا ومتطلباتنا، مثلا في زي ما قالت الزميله الصغيره قالت ان هي في ابحاث كبيره جدا بتيجي ان احنا نستعيد ببعض المنتجات الاجنبيه اللي احنا بنستوردها من بره بتنتج في معهد حوثي البترول. نعم. وخلاف الابحاث اللي بتجرى على مثلا على الاسفلت لتحسين كفاءته، يعني معهد حوثي البترول كبير ومؤثر ويمكن مباشر في الدوله. نعم. يعني مثلا الاسفلت بتاع الكباري ده ليه تركيبه معينه، معهد حوثي البترول المصري هو صاحب البيتنت فيه، يعني هو صاحب الفكر. نعم. يعني هو دوره مؤثر معهد حوثي البترول، وقطاع البترول بتعاون معاه بشكل مباشر. قبل ما اختم حضرتك عايزين نتكلم برضو سريعا ولو في دقيقه واحده عن ابرز التحديات والمشاكل اللي بيواجهها قطاع البترول وكيفيه الخروج منها. والله يعني كانت اكثر المشاكل اللي بتواجه مصر هي طرح المناطق البحث والاستكشاف. نعم. النهارده تعديناها تماما بعد ترسيم الحدود مع السعوديه ومع قبرص ومع اليونان، واصبح النهارده اصبحت يعني كان نوع من التحدي صعب جدا، ما كناش عارفين يعني، كان في دفعات للقياده السياسيه ان هي تتولى الامر. بصراحه نجاح القياده السياسيه في ترسيم الحدود بهذا الشكل وبالسرعه دي يعني ساهم بشكل كبير جدا في ان قطاع البترول يعني يتغلب على التحدي ده. نعم. والنهارده التحدي الثاني اللي احنا بنواجهه هو طبعا احنا عايزين يعني نخفض الاستهلاك، وعشان المواطن احنا يعني استهلاك ترشيد الاستهلاك بحيث يكون طبقا للاحتياجات الفعليه وعدم الطرف في استهلاك المنتجات البتروليه، لان احنا لحد النهارده بنستورد، فالى ان يتم الاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا لازم يعني ترشيد الاستهلاك بنشكر في قدره الرحمن من تجلى عليها وحاميها والقادم افضل ان شاء الله. مهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئه البترول السابق، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا في هذه من ملفات، والقادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.